احلى كيكه لاحلى الضيوف. شوفوا على المنظر. اول شيء رح اعرفكم بضيوفي الدكتوره رولا والدكتوره هيثم، اجوا مخصوص ليحتفلوا عيد ميلاد زواجهم عندي بمطعمي بايطاليا. اجوا مخصوص من الامارات. رح فرجيكم شو المفاجاه اللي حضرتها. رح اعمل لهم ميلي فوليه، الميلفوي على شكل قلب. رح نعملها بكريمة الحلويات. اعذروني ماني لابس كفوف ولكن ايدي نضاف. بنحط شوية كريم فريش، بنسكر وبنعمل طبقة تانية، بنرجع بنحط شوية كريمة الحلويات، بنحط شوية فريز، بنحط شوية بانا كريم فريش مثل ما انتم شايفين. اجوا مخصوص من الامارات حتى يحتفلوا عيد ميلاد زواجهم. اقل شيء بقدر اسويه اقدم لهم اياه كيكه معموله قدامهم. تسلموا ايديك، وي ابريشيت يور تايم شيف. اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا فيكم. نورتوا ايطاليا. شكرا لك، تسلموا ايديك. نحن بنفتخر انه عندنا شيف من سوريا، نصه ايطالي ونصه سوري، طلع بهالتقنية وبهالحرفية وبهالاخلاق قبل كل شيء. شكرا كلكم ذوق. هذه كيكتنا جاهزة، صار فينا نقدمها هلا لأجمل دكتورة وأجمل دكتور. شكرا لك. وآخر لمسة هي صوص، صوص الفراولة. هيك بتكون أخذت اللون الأحمر، رمز الباشن، رمز الحب. شكرا شكرا، بتجنن أكيد. كل أكلاتك الطيبة. شكرا شكرا. شكرا. مثل ما كنتوا شايفين احلى كيكه لاحلى الضيوف. اخر شيء مثل العادي انا اللون الاخضر دائما بحبه، بالاخص النعنع، مو بس للتزيين حتى للريحه الفريش اللي بيعطيها النعنع. راح نحطها هيك بالنص، وهلا راح نحضر لهم اطيب كاسة مبيت. هذا بس مبيت حلال، عصير العنب. وصفه حضرت لكم اياها، راح اقدم لكم اياها عن قريب. مي، لانه هيدا مبيت كثير مركز. شفتوا على اللون، اطيب مبيت مطبوخ. هلا بنسمع ضيوفنا شو رايهم. دكتوره رولا، دكتوره هيثم، كثير طيب كثير. يعني هون بين ميكسشر اوف كثير فليفرز. احكوا على حرف حلو. بونيسيمو. بونيسيمو حلو. تعلموا كمان هن كم كلمه ايطالي هلا باقامتهم بايطاليا. هلا رح نقدم لهم الحلو. شوفوا لي على الشكل، شوفوا على المنظر. دكتورتنا سيد هيثم، بتمنى زيارة الجميع. ناطركم جميعا بإيطاليا. أي شخص حابب يجي عن إيطاليا وحابب يزورني أنا متواجد هاني، خبروني بس قبل بوقت. وأهلا وسهلا فيكم. شكرا كثير لكم، شكرا لزيارتكم. شكرا كثير لك وعلى وقتك وكل شيء عملته كان بجنن. أهلا وسهلا فيكم. شكرا. بشوفكم فيديو جديد. تشاو.